66 لثورة الملك والشعب المجيدة تحتفل عمالة الحرم الحسني بهذه الذكرى الغالية والتي للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى خطاب المولوي وهو عبارة عن إشارات قوية للشعب المغربي قاطبة للاستثمار في العالم القروي والنهوض به وجعل الفوارق الطبقية داخل المجتمع أنها تقل وأن الطبقة المتوسطة أنها تنعم بكل تقدم وازدهار. هذا الخطاب هو عبارة عن إشارات قوية للاستثمارات داخل المحيط داخل المدن داخل الأحياء والمحيطة بالمدن وكذلك إلى العالم القروي لجعل تساوي بين الفرص لا بين المدينة وبين القرى. وبهذه المناسبة نقدم الولاء والإخلاص إلى صاحب الجلالة المعظم محمد السادس نصره الله وأيده. نحن سعداء وفخورون باحتفالنا بهذا الذكرى 66 لثورة الملك والشعب، ونحن فخورون بما يتحقق في عهد مولانا محمد السادس أطال الله في عمره الذي صار على نهج والديه المنعمين محرر البلاد وذراعه الأيمن جلالة الحسن الثاني تغمده الله بواسع رحمته، ومولانا متمم الرسالة كما جاء في الخطاب السامي متمم الرسالة الخالدة. لقد أعد صاحب الجلالة محرر البلاد أنه عاد من الجهاد الأصغر وانطلق إلى الجهاد الأكبر، وها هو وارد سر الدوحة العلوية الشريفة متمم الرسالة الخالدة، ونحن فخورون بما يتحقق في عهده الزاهر في عصره الذهبي، ونود له الصحة والعافية وطول العمر، جزاه الله عنا خيرا، وإننا لفخورين بما فعل الآباء والأجداد. وبهذه المناسبة نرفع أكف الضراعة للعالي القدير أن يحفظ مولانا أمير المؤمنين جلالة محمد السادس أطال الله في عمره والأسرة العلوية الشريفة وولي عهده الأمير السمو الملكي مولاي الحسن، والسلام عليكم وشكرا لكم الذي تحت لنا بهذه الفرصة لنعبر عما يخالص صدورنا من الفرحة والبهجة، وشكرا لكم. أما الخطاب الملكي في نسخة 66 لذكرى ثورة الملك والشعب، فتوجه صاحب الجلالة إلى المسؤولين على الاهتمام بالعنصر البشري، وهذا هو الجديد، هو اليوم أصبح الاهتمام بالعنصر البشري هو الأول للإقلاع بهذا بالبلاد والدفع بها قدما إلى الأمام، وكذلك الانتباه إلى ما يسمى بالتكوين المهني لأنه يتماشى ويتوازى مع سوق الشغل، لأن التعليم العالي لا يتوازى مع سوق العمل وسوق الشغل. وفي الأخير وبهذه المناسبة السعيدة أتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وأن يقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن، وأن يشد أزره بسنوه المولى الرشيد وكافة الأسرة العلوية المجيدة، إنه السميع العليم خديم الأعتاب الشريفة رئيس النسيج الجمعوي لجمعيات المجتمع المدني بعمالة مقاطعة الحي الحسني. الله يبارك في عمر سيدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دليلة ناصر، فنانة كوميديا
أنا جد مسرورة اليوم بسماع الخطاب الملكي في ولاية الدار البيضاء الحي الحسني. كانوا نصوص جد المستوى وحنا جد مسرورين وعاش الملك. جد مسرورين لحقاش الخطاب الملكي كان غني غني جدا على القرى على المدن الهامشية على التكوين المهني اللي خاصنا اليد العاملة بصح في المغرب فريمون التكوين المهني كيدير واحد الدور هام وخاصو مازال يزيد لحقاش كيف ما قال سيدنا الباك موراه لافاك ماشي هذيك غير خطوة كبداية بل التكوين المهني هو اللي خاصنا اليد العاملة وهذا موضوع جد هام في المغرب. أنا مسرورة وجد مسرورة بهذا اللقاء ديال الخطاب ديال سيدنا اللي هضر على عدة قضايا يعني كتشمل المجتمع المغربي يعني بصفة عامة والقضية اللي هي مهمة بزاف وهي كينبه الناس اللي في المجالس يعني اللي هما كينبهم يعني على بالنسبة لهذه المشاكل اللي ستحيط بالشعب المغربي ككل. هذه ثالث خطاب اللي كنسمع هذا الكلام ديالو الطيب الله ينصره والله عيد مبارك سعيد عليه ديال عيد هاد عيد 20 غشت وتراحم ديال الملك والشعب وعيد المولد ديالو ان شاء الله يكون عليه بالصحه والسلامه والشعب الوافي بصحه جيده والامه الاسلاميه بصفه عامه. كنطلب الله سبحانه وتعالى يوفق ويوفق جميع المسلمين والله ينصروا ويزيد في مدادو. اولا خطاب صاحب الجلاله الملك محمد السادس بمناسبه ثوره الملك والشعب 20 غشت كان في مضامينها بشكل قوي جدا مجال التكوين، وكان اعتقدوا ان التكوين واحد من اهم البوادر الرئيسيه في تطوير المجتمعات والمؤسسات على المستوى الدولي تقريبا، وكان اعتقد انه بالتكوين غيتم يعني تطوير الفكر الانساني تنميه التنميه البشريه والمشاريع اللي ربما كتسطرها المملكه المغربيه في مجال تطوير العيش في العالم القروي وفي مجموعه من الفئات والهشه والفقيره. فكان اعتقد ايضا من ضمن اهم المواضيع اللي تطرق لها صاحب جلاله الملك محمد السادس هو العمل على تطوير الكفاءات والاستفاده القصوى من الكفاءات بهدف تشغيل بعض القطاعات اللي ربما غتكون جديده في المغرب، من قطاع السيارات مثل القطاعات الصناعيه واللي ربما غتكون ذات دخل رئيسي جدا وذات قدره اقتصاديه على تطوير الاقتصاد المغربي. ايضا كان التركيز على مستوى محاربه الهشاشه والفقر لدى بعض الفئات اللي هم في المجال القروي او في ضواحي المدينه. فكل هذه العناصر او كل هذه المبادرات اذا تم تنفيذها بتوجيه من صاحب الجلاله الملك محمد السادس فاعتقد ان المملكه المغربيه شعبا وحكومه ستستقر او ستصل الى مراتب ربما من الاهداف الرئيسيه من الخطط الاستراتيجيه الخاصه بالمملكه في 2022. وان شاء الله نتمنى دائما طول العمر والعافيه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس، وان شاء الله نتمنى للشعب المغربي كل عام وهم بخير ان شاء الله. أخواتي إخواني بهذه المناسبة اللي دائما كنتلاقاو فيها في مقر عمالة مقاطعة الحي الحسني للاستماع والتمعن في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فعلا فكنحمد الله وكنشكره بصاحب الجلالة الملك ملك الفقراء اللي كيوقف مع الشعب ديالو في السراء والضراء، وهذا كيزيدنا الا فخر رغم المحن ورغم الصعوبات اللي كنواجهوها في ظل هذه الحكومه اش نقول التي لا حول ولا قوه لها، اللي يعني وصلت البلاد لواحد المستوى اللي ما شاء الله. فكنلقاو صاحب الجلاله دائما جنبا بجنب مع الشعب المغربي والله ينصر سيدنا. هذا هو ما يمكن أن أقوله في هذه الأثناء.